تبييض البشرة والقضاء على مشاكلها بسرعة، وحنا في حاجة، حنا في عصر السرعة، في حاجة اللي حاجة في حاجة الماسك يقضي على المشاكل ديال البشرة بسرعة. طيب بالنسبة لهاد المكونات أو المكونات ديال هاد الماسك، نحتاجو فيها معلقة صغيرة ديال العسل، 4 المعالق ديال الشوفان، بالإضافة نصف فنجان صغير ديال الماء سخون. نحتاجو كذلك معلقة كبيرة ديال عصير الحامض وجوج معالق ديال البن الرايب. نعود مرة أخرى، المكونات ديال الماسك قلنا غنحتاجو العسل، معلقة صغيرة، 4 المعالق ديال الشوفان، نص فنجان صغير ديال الماء سخون، وكذلك معلقة كبيرة ديال عصير الحامض وجوج معلق ديال البن الرايب. طريقة عمل الماسك، فحنا كنخلطوا المكونات مزيان مع الشوفان والماء سخون باش كيتخلط كلشي مزيان، والعسل اللي كيجمع لينا المكونات كاملة. كذلك كنحركوها مزيان مزيان من بعد بالتساوي حتى كيولي عندنا واحد العجينة البات اللي كتكون متجانسة ولون واحد. فاحنا شنو كنديرو؟ كنبداو كنوزعوا هذا الماسك على البشرة ديالنا، ولكن ديما بالتساوي، يعني تكون هذيك ديك المقدار اللي غنديرو مثلا على الجبهة ديالنا، هو اللي غنديرو على لي جو، على الذقن، على العنق ديالنا، ما نساوهش. على قبال غادي نحتاجو اننا نجلسوا واحد الفترة ما بين 4 ساعة حتى 20 دقيقة، ماكسيموم 25 دقيقة الا كان عندك شي شوية ديال الصبر. فمن بعد كديري واحد القماش خفيف براحة اليد، وعاد من بعد فكتغسلي وجهك بالماء دافي. البشرة ديالك كتحط لاحظيها ناعمة وكتبان لك مشدودة، كتحيد منها كاع المشاكل. بصحتك وراحتك لالا، وجدي هاد الماسك وردي علينا الخبار.